أفلتها. قلت لك أفلتها. أفلتها. قم. كف عن ضربي. اسمع، إن قمت بجلد يوزر سيف مرة أخرى فكلنا سنتوقف عن العمل. أكملوا عملكم. أنت دائما توقع نفسك في الحرج من أجلنا يا يوزر سيف. أنا إنما أقوم بواجبي. لنكن حذرين من نينيفر كبتا، فمن المحتمل أنه يخطط للانتقام من يوزر سيف. انتهى العمل، تهيأوا للذهاب الآن. أمين خدمة سيدتي؟ هناك أمور تجري في القصر على غفلة مني. سيدتي، أنا قد كبرت في العمر ولم أعد أستطيع أن لا أدع أمراً مهما كان صغيراً أن يخفى علي. أنا الآن... توقفي كلمة ماما. لقد علمت أن أهل القصر قد أصبحوا على سيرة واحدة، يرسل كل منهم إلى يوزر سيف الثياب والدواء والطعام. وما الذي يقلقك في هذا الخبر؟ هذا ليس سيئاً. ليس خبراً مقلقاً؟ ولأي سبب قمنا أصلاً بسجن يوزر سيف؟ لأجل التسلية والمرح؟ كنت قد نسيت سيدتي، إن أمضى يوزر سيف فترة سجنه برخاء فلن يقوم بتنفيذ أوامرك. يجب أن نجد حلاً لذلك.
لن شيئا ينقلب السجن جحيما عليه. أنا أريد أن أغير ملابسي أيضا أرجوك. تلك الثياب لا، اخلعوا أولا ثيابكم البالية. أرى أنك لا تحتاج إلى ثياب، ثيابك هذه جيدة. بلى، بل أنا أحتاج إليها مثلهم، فثوبي لا يناسب المكان. أفضل أن تكون كثياب السجناء. هذا الثوب لا يناسب حجمي. إن لم يكونا مناسبين فقما بالتبديل فيما بينكما. سلام الآلهة عليكما. ماذا تريد؟ ماذا تفعل هنا؟ هيا قل لي يا بني، هل تحتجزون سجينا اسمه أبوبيس هنا؟ أنا لا أدري من أنت وما علاقتك به. أنا أكون أحد أقاربه، لقد اختفى منذ مدة، لا أدري إن كان حيا، لا ندري إن كان ميتا. إن عائلته وأقرباءه قلقون جداً ولا يهدأ لهم بال. ليتنا نجد له أثراً أو نسمع له خبراً كي ندخل السرور على قلوب أولاده وزوجته وأمه العجوز. حضرتك دمن، السجينان اللذان وضعناهما في الحجز المنفرد ما كان اسمهما؟ وماذا تريد من ذلك؟ جاء شخص يبحث عن قريب له يدعى أبوبيس، فظننت أنه قد يكون أحد السجينين. تعال. ما الأمر؟ ماذا تريدان مني؟ من أنت وما الذي تريده من أبوبيس؟ أنا أبحث عنه، لقد انقطعت أخباره عنا منذ مدة. أنا أحد لننظر في أمرك. اتركاني، اتركاني، ماذا تريدان مني؟ هيا أفلتاني. عجبا، هل أنت من كهنة معبد آمون أم أنك من أقرباء أبوبيس؟ نعم، إنما أنا أحد أقربائه. خذاه. أفلتني، أفلتني. أيها الحارس. نعم سيدي. اذهب على وجه السرعة إلى عالي المقام بوتيفار، قل له أرسلني كيدمان وهو يقول لك لقد اعتقلنا شخصا كان يبحث عن أبوبيس. هيا بسرعة. سمعا وطاعة. لا يحق لكم أبداً أن تسجنوني هنا، سوف أشكو أمركم إلى أليخماهو الكاهن الأعظم. إذا رأيته فيمكنك أن تشكو إليه، أما في الوقت الحاضر فأنت ضيفنا. لا يحق لكم أن تقوموا بسجني واحتجازي، افتحوا الباب، افتحوا الباب. أيها الحارس، سوف أشكو أمركم، افتحوا. قم بنقله إلى الزنزانة المقابلة. Thank you.
انطلق. هذا كيموني كاهن معبد آمون، إنه اليد اليمنى لألخماه الكاهن الأعظم. وما الذي يربطه بأبوبيس؟ لقد أصبحت على يقين الآن أن مكر السوء بحياة أمن حوتب قد تم تدبيره من جانب كهنة أمن حوتب. عليكم بالحذر من أن يتصل به أحد، وانتبهوا ألا يخرج من هنا على الإطلاق. سمعا وطاعة. اجلبوا أبوبيس وبيناروس إلى غرفة التعذيب. عليكم اللعنة، ما أحقركم؟ أرجو لكم الهلاك. يا لي من أحمق، لقد أردت أن أخفي هوية من قاموا بتحريضي وهم لا يكترثون. إنهم عديمو الحياء وعديمو الإحساس أيضا. دعسا لك، لو أن أيديهم تصل إليك لما أبقوا على حياتك. ألا ترى أنهم يخافون أن تشي بهم؟ ومع ذلك أنت ترجو أن يخلصوك. اخرجا بسرعة. إلى أين تأخذوننا؟ سوف تعلم. تحرك. أنتما تعرفان كيموني الكاهن بالطبع. لا. نعم يا عالي المقام، إنه كاهن معبد آمون. لقد أتى كيموني الكاهن اليوم باحثاً عنك، فلماذا يا ترى؟ لماذا؟ أنا لا أدري يا عالي المقام، لا أدري. فكر جيدا، فلعلك تستذكر. لن يبحث عنك من دون سبب. أنا لا أتذكر شيئا يا عالي المقام، لا، أنا لا أتذكر شيئا. أنا سوف أساعدك لكي تتذكر. لا لا، أنا لم أفعل شيئا. اتركوني، أنا لا أعلم شيئا، أنا لا أعرف شيئاً. أرجوكم صدقوني، أرجوكم صدقوني، أنا لم أفعل شيئاً، أنا لا أعرف شيئاً. اتركوني أرجوكم، أنا لا أعرف شيئاً. لا تضربوني، أرجوكم لا تضربوني. Ha 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 ha!
كفى ضربا، كفى ضربا، كفى ضربا. سأتكلم، سأتكلم، صدقوني، سأتكلم، سأتكلم. سأتكلم. لقد تم تكليفي من قبل الكاهن الإخماهو أن أقوم بدس السم للمعظم أمن حوطب. هذه هي الحقيقة، وقد تداولت بهذا الأمر مع بيناروس. هو لم يوافق بادئ الأمر، كان خائفا، ولكنني تمكنت من إقناعه. كانت الخطة أن أقوم بدس السم في طعام علي المقام وبيناروس يدسه في شرابه. أنا قمت بفعل ذلك، لقد فعلت ذلك، لكن بيناروس لم يفعل. لقد تمكن منه الخوف على مائدة الطعام، ولهذا فشلت الخطة. لو لم يتكلم بيناروس لكان كل شيء قد انتهى الآن. ما الذي جعلك تندم على فعلتك وقمت بإخبار الملك عن هذه المكيدة؟ لأني كنت قد سمعت أن ملوك مصر هم أشباه الآلهة، وأنا أعلم أن الآلهة لا يمكن قتلها يا علي المقام. هل يمكن؟ زجوا بهما في السجن العام، فسنحتاج إليهما لكونهما شاهدين على القضية. احذر ألا يعرف أحد اسمي بيناروس وأبوبيس ومكانهما، فقد تصبح حياتهما في خطر. حاضر علي المقام، ماذا أفعل به؟ أبقوا عليه في السجن المنفرد ولا تخرجوه منه ريثما أحدث الملك في شأنه. أين يوزرسيف؟ أريد أن أراه. نادي على يوزرسيف. لا لا، أريد أن أراه من بعيد. نعم علي المقام، تفضل معي. السجناء والسجنون كلهم يحبونه. الكل يحبون يوزرسيف، ولكن يوزرسيف لا يحب الجميع بقدر ما كان يحترم ويجل المحرومين والمحتاجين. فإنه كان أيضا يقف بوجه المستكبرين والظالمين. كلما لقيته وجدته إما ساعيا مجتهدا في حوائج غيره، وإما واعظا للناس وناصحا لهم. لقد علقت عليه آمالاً، لكنهم منعوني. لقد زار سجن زاوير اليوم أحد كهنة معبد آمون ويدعى كيموني، وقد كان حراس السجن مستعدين بناء لأوامر لاحتجازه. وعندما علمت بالأمر قصدت السجن من فوري. اعترف أبوبيس أنه امتثالا لأوامر الخماه كان ينوي إلحاق الأذى بحياة الملك، وقد أخذ معه بيناروس رغما عنه. أظن أن الوقت قد حان لاتخاذ تدبير بحق المعبد. أشك أن أستطيع التخلص من المعبد بسهولة. إن الثروة التي يمتلكها المعبد تمكنه من حشد جيش عظيم بوجهكم بكل يسر. إني أرى ما يفوق عشرات آلاف القتلى في هذه الحرب. يا جلالة الملك، لا ينبغي أن نستخف بمكانة الإله أمون بين الناس، صحيح؟
ماذا إذن؟ هل علينا أن نجلس ونتفرج ونختار السكوت على التصدي لهذه الخيانة العظمى؟ يجب علينا أن ننتظر فرصة مناسبة. في الوقت الحاضر يجب ألا يعرف أحد بنبأ اعتقال كيموني وبيناروس وأبوبيس ومكانهم، بما أنهم يشكلون شاهدا ومستمسكا حيا. نبقي عليهم حتى يحين الوقت. لا تتحجج يا أبي، يجب ألا نعطي الكهنة فرصة التهيؤ وإعداد العدة. لقد وضعت لكهنة المعابد خططا أرجو أن تسنح فرصة تنفيذها في أقرب وقت. أقترح أن تدعو الكهنة إلى هنا وتضعهم وجها لوجه مع السجناء. إن أقدموا بعد المواجهة على الاعتراف بصلتهم بالمعبد يمكنكم اعتقالهم هنا وإرسالهم إلى السجن فورا. بل نقطع رؤوسهم، ولما السجن؟ كلا، أنا لا أوافق على إراقة الدماء. إن الاعتقال والسجن كافيان لإبطال مؤامراتهم. إن القلب الرؤوف لدى ولي عهدنا الفتي لا يمكنه أبدا أن يوافق على إراقة الدماء، ولكن ما العمل؟ قد يكمن صلاح الملك أحيانا في معاقبة المخطئين. أنا أؤيد رأي أمن حوطب الشاب، فإن اعترف أبوبيس بعد مواجهته للكهنة فإن لنا الخيار في اتخاذ أي إجراء بحقهم. إذن باشروا بالإعداد لهذا اللقاء والاجتماع بأسرع وقت. ما الذي حصل؟ هل من جديد؟ لقد وصلتني أخبار تقول إن أوضاع يوزارسيف في السجن هي على أحسن ما يرام، وإنه يقضي أياما هنيئة. رأيت ذلك اليوم بأم عيني. لقد جعله السجناء نورا لأبصارهم، واتخذه الحراس معينا لهم في أمورهم. ولكن كان من المفروض أن يعاقب في السجن ويجازى. هل تظنين أنك قمت بإذلال يوزارسيف وغل يديه؟ في الواقع أنت مخطئة، لقد قمت بإنقاذ يوزارسيف من شراكك. لقد جعل من سجن زاويرا روضة غناء، فهو لم يبرع فقط بإدارة قصري، بل فعل ذلك في السجن أيضا على أحسن وجه. أنا فرح كون يوزارسيف قد أمكنه النجاة من شراكك. ما الخطب سيدتي؟ لقد حصدنا الخيبة من جميع خططنا. يوزارسيف لن يقبل الاستسلام لي مطلقا. هل يرى فيما يمر به الآن عقابا ليقبل الاستسلام حتى ينجو منه؟ أرى أنك قد قبلت بالهزيمة باكرا، لكن السبل لازالت مشرعة أمامنا. عندما تكون نديمتي مغفلة على شاكلتك لن تكون النتيجة أفضل مما يحصل. كل ما أفعله إنما هو لنيل رضاك. كل ما أريده هو أن أحقق كل آمالك. لا تحزني، أخبريني، ما الفكرة التي تجول في رأسك؟
لا تدعي الأمر يمر بسلام عليه، أسلبيه النوم الهنيء. ولكن كيف؟ قومي بإغراء رئيس سجن زويرة لكي يقصوا عليه. تعتقدين أنه سيستسلم؟ علينا أن نجرب شتى السبل على كل حال. سأفعل أي شيء قد يوصلني إلى بغيتي. إن هدفي من سجنه وحبسه هو استسلام يوزرسيف وليس إبعاده. فأنا لا أحتمل أبداً بعده عني. ما دام السجن قد روض فيوزرسيف لن يبدي الطاعة لك. لماذا لا تقوم الآلهة بأي عمل من أجل تخليصنا من هذا السجن؟ وما الذي يمكن أن يفعله آمون؟ أنا لا أعتبر آمون مقصراً. المقصرون هم أنتم، إذ تتوقعون من حجر بلا حياة أن يقوم بمساعدتكم. إن هذه الحجارة التي نحن مشغولون الآن بتحطيمها لنجعل منها أشكالاً، ما الذي يميزها عن آمون؟ إن آمون نفسه عاجز وغيره يرعى شؤونه، مع ذلك تنتظرون أن يهب لنجدتكم؟ إذن من ذا الذي نلجأ إليه عند الخطوب؟ وممن نطلب العون؟ اسألوا واعقلوا، جدوا لأنفسكم إلها لا يكون محتاجا، بل يكون قويا ومقتدرا يمكنه أن يخلصكم مما أنتم فيه. وأن لنا أن نجد إلهاً كهذا؟ نحن لا نعرف ولم نعهد إلهاً غير آمون ورع وإزيس. لا ضرورة للبحث، إنه في كل مكان. الإله الذي لا تنفك تذكره، ألا يأخذ أموال الناس ظلماً وزوراً؟ ألا يتخذ من النساء الحسنوات خليلات له غصباً كما يفعل آمون؟ وكهنة معبد الإله الذي تذكره، ألا يستقون على الناس ويذلونهم؟ إن الإله الذي أقصده لا يفعل أي شيء مما ذكرتموه، بل هو يستقبح هذه الأفعال. إنه رؤوف رحمن رحيم. التالي. هاي، أريد التكلم معك دمان. ما الأمر؟ هل اشتقت للصياط مجددا؟ إنه أمر مهم. مهم؟ إن لم يكن كذلك فهيئ نفسك للجلد. حسنا، موافق. تعال. وماذا بعد؟
هل سمعت حتى الآن أقاويل وأحاديث يوزارسيف؟ كلا. هل تشكو أحاديثه من شيء؟ أحاديثه مملوءة بالباطل، فهو لا يعتقد أصلا بآمون العظيم وسائر آلهة مصر، ويقوم بهتكها والسخرية منها. وكيف عرفت ذلك؟ سمعت حديثه، فهو لا يتردد أبدا. إنه يدعو علانية إلى التوحيد والإيمان بإله غير مرئي. يكفي أن تتنصت إلى حديثه للحظات لتكتشف الأمر. اسمع يا نينيفر كبتح، إن يوزرسيف حسب اعتقادي إنسان شريف، وهمه الأوحد هو مد يد العون للآخرين. ومذ وطئت قدماه سجن زويرة أخذت أوضاع السجن والسجناء تتحسن، وقل مقدار التعديات والمخالفات في صفوف السجناء. ولكن ماذا بشأن إيمان السجناء؟ أنا قلق جدا على إيمانهم. إيمان؟ كلا. أنت قلق على سلطتك وزعامتك على السجناء وليس على إيمانهم. إن أقدمت مرة أخرى على الشجار مع يوزرسيف أو أهنته فسوف تعاقب بقسوة. هذه المرة سمحتك، لكنك ستعاقب في المرة المقبلة. هيا. نينيفر، ما الذي أردت قوله للموقر كيدامين؟ ها؟ كان يقول البهتان على يوزرسيف. لقد أراد تأليب السيد كيدامان عليه، ولكنه تلقى الجواب المناسب. سمعت أنك وشيت بي عند كيدامان. سأفعل أي شيء ممكن من أجل هلاكك. أنا لم أسئ إليك حتى الآن، حاولت فقط أن أمنعك عن الخوض في الباطل. إن الغل الذي تغذيه في صدرك سوف يفسد روحك ويحيل قلبك أسود. أنا أسعى لأن نصبح صديقين. صداقة؟ لن ترى مني غير العداوة ما دمت حيا. ادعو ربك أن لا أجد فرصة لذلك. رغم ذلك كله لم ينقطع أملي. الموقرة زليخة زوج بوتيفار جاءت لتفقد السجن.
حضرتك دمان. ماذا؟ الموقرة زليخة زوج حضرة بوتيفار جاءت لتتفقد السجن. رافقها في الجولة أنت. تحية للسيدة زليخة. تحية الآلهة عليكم وعلى سائر الحراس. أهلا بك في سجن زوير المنسي والمتهاوي. لا أظن أنه لازال يمكن وصف سجن زوير بالمنسي والمتهاوي بوجود يوزرسيف، فأي مدار وطئته قدماه أحاله عامرا على أهله. نعم سيدتي، علي الاعتراف إن هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها، فقد أحيا يوزرسيف بأعماله سجننا فأصبح موضع احترام من قبل الجميع. لكن يوزرسيف ليس سوى عبد آبق، وقد أرسلناه إلى السجن لكي يعاود طاعتنا، ولم نرسله إلى زويرة ليمضي أياما سعيدة هنيئة. لكن سيدتي السجن السجن وبمجرد أن تم حرمان السجين من حريته فهذا عقاب ليس بالقليل علي. فضلا عن ذلك، إن السجناء يتم إجبارهم على العمل الشاق والمتعب في مقالع الحجارة وفي أماكن أخرى، وهذا بحد ذاته عذاب شديد. اسمع حضرتك دامان، لقد جاءت الموقرة زليخة إلى زوير اليوم لتشاهد عن كثب وبأي ثمن مقاساة يوزرسيف العذاب. أنا لا أفهم. مثلا أي نوع من العذاب؟ السياط، أنا أريده أن يجلد، كما وأنني أريد أن أسمع صوت أنينه. حاضر سيدتي، سأفعل ذلك، سوف أنفذ أوامرك. لست أدافع عن يوزرسيف، انتظراني هنا وسوف أعود من ساعتي. يوزرسيف، لقد جاءت الموقرة زليخة وهي مصرة على مشاهدتك تتعرض للتعذيب، وقد ذهب سعي في إثنائها عن رأيها أدراج الرياح. أنا جاهز في خدمتك. قيدوا يوزرسيف إلى العمود وسط السجن. وما يعني هذا؟ لماذا تقيدونه؟ يريدون جلدي بالسياط. تحملوا قليلا، فهؤلاء مجبرون على ذلك. Thank you.
كفوا عن أذيته، ما الذي تفعلونه؟ ألم ترغبي بمشاهدة تعذيب يوزرسيف؟ لا تتفوهي بأية كلمة، قلت كفوا عن ذلك. توقفوا، هذا يكفي. كفى، فكوا وثاقه. أرجوك سامحني، لم أكن أشأ ضربك، ولكن لم تكن بيدي حيلة بوجود زليخة، فقد كان من الممكن أن تتنبه لأمر إن تظاهرت بالتعذيب. لم تكن بيدي حيلة. لا عليك، انطلق. يوزرسيف، ما إن رأتك تتعذب حتى صرخت؟ توقفوا، كفوا عن ذلك، لا أريد أن أسمع. ثم رحلت. زليخة عجيب أمرها، فلا غضبها كغضب قساة القلوب، ولا حنانها كحنان الطيبين. لا حقدها غالب على أمرها ولا حنانها. تقصد أنهم عاقبوك من أجل زليخة؟ إلى متى ستبقين جليسة الغم ونديمة الحزن وحليفة الأسى؟ وهل لي من سبيل آخر؟ لألف ضربة بالسيف وألف طعنة بالرمح أهون على قلبي من الفراق حتى ولو ليوم واحد. لا أدري متى أطيع قلبي ومتى أعصيه. قال لي يوما قيدي يوزرسيف ففعلت ذلك. نفس القلب يقول لي الآن